على مدى عقود أجبر الأطفال الأكراد في سوريا على التحدث باللغة العربية في المدرسة، واليوم مستفيدة من الاضطرابات السياسية أطلقت المدارس في مدينة جندرس دروسا بالكردية. قبل الثورة يعني حتى الحكي في المدارس، حكي في المدارس باللغة الكردية، الأساتذة كان عم بيقولوا أنه الحكي بالكردي ممنوع، لكن مع قيام الثورة لحد الآن نحن ياخذين راحتنا، عم نتعلم في اللغة، عم نمارس التدريس، عم نساوي المناهج. عانى الأكراد من التمييز تجاههم على يد النظام الحالي، وفي حين يدافعون عن حقوقهم يؤكدون أنهم لا يريدون دولة مستقلة. ما بنريد أنه استقلال عن سوريا، يعني أنه ننقطع من سوريا، بس نريد أنه إدارة ذاتية ضمن سوريا، ضمن سقف الجمهورية السورية، إدارة ذاتية للشعب الكردي. وفي جندرس التغيير يحدث من خلال لجنة وساطة جديدة. هذا المجلس مشان ما يصير أي مشاكل بين الشعب، بالنسبة مثلا تصير مشاكل نحن منصالحهم، مشان ما يوصل على المحاكم أو يقتلوا بعضهم. نتيجة الصراع في سوريا ستؤثر على الأكراد الذين يشكلون 15% من السكان، وخوفا من مزيد من التهميش يأمل المجتمع الكردي أن توفر لهم الوحدة الوطنية الحماية.